طب اللي يعمل كده ازاي ما تشكروش؟ انا بتكلم بجد وبامانه يعني. الحاجات اللي حصلت تحديدا سواء اذا كانت تعديلات في القوانين او اجراءات او صناديق إلخ 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 من إجراءات متعلقة بدعم تحديدا العمالة غير المنتظمة شيء عظيم، ولم نشهده الحقيقة من بعد جمال عبد الناصر عشان أبقى أمين يعني. ما شفناش كده، ما شفناش كده في السبعينات، ما شفناش كده في الثمانينات، التسعينات، الفينات إلى آخره، لحد 2014 إحنا ما شفناش أي حاجة على الإطلاق متعلقة، خليني أقول لك على الإطلاق تقريبا عشان ما بقاش مجحف إن كنت أجهل أمر ما، بحكم طبيعتي شغلانتي بحكم اهتمامي ما شفناش حاجة متعلقة بالعمالة غير المنتظم، ما شفناش غير كل الظلم الحقيقة وكل التجاهل. فاللي بيحصل خلال الثمان أو التسع سنين اللي فاتوا وجب جدا تقديره، وجب تقديره كمان في ظل ظروف شديدة الصعوبة. أنت قايم من أحداث سياسية شديدة الضخامة مرتين 11 و13، وبعدين داخل في حرب على إرهاب، وداخل في كورونا، وخارج من الكورونا تلاقي الحرب اللي في أوكرانيا، وحرب أوكرانيا لو بنتمنى لها هدوء نسبي فنجد أنه في حرب في السودان تندلع، يعني شيء شديد الصعوبة. وبالرغم من ذلك، وبالرغم من ذلك، مظلة الحماية الاجتماعية في مصر ظلت ممتدة بل واتسعت. وبالرغم من ذلك دعم واضح للعمالة المصرية غير المنتظمة. خليني أخد معايا على التليفون أستاذ محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر. يا أهلا 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 أهلا، وكل سنة وكلنا طيبين. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة عمال مصر وأهل مصر بخير وسلامة. اللهم أمين اللهم أمين. خليني يمكن عايز أسمع من حضرتك تعليق، وخليني كمان هقول تحليل على الإجراءات اللي أعلن عنها والقرارات اللي أعلن عنها النهاردة فخامة الرئيس من محافظة الشرقية في إطار الاحتفال بعيد العمال. فخامة الرئيس ادانا ورقة عمل نشتغل عليها خلال الفترة اللي جاية، بحيث إن احنا لو ما اشتغلناش عليها يبقى هو ادانا الفرصة واحنا اللي ضيعناها من ايدينا. يبقى لازم انا اخد العشر قرارات اللي اتعملوا دول ونشتغل عليها عشان لما نيجي ان شاء الله السنه الجايه نقول له يا فندم احنا خلصنا العشر طلبات او ورقه العمل اللي خلصت عايزين غيرها. اللي كنا عايزين نتكلم ونشتغل بجد ونشوف عمالنا وننهض به هذا الوطن. يبقى اذا كل واحد، كل مؤسسه، كل مجتمع مدني، نقابات، حكومه، قطاع خاص، نمسك هذه القرارات ونبتدي نشتغل عليها ولابد ان احنا ننتهي منها. حضرتك اتكلمت على العمالة المنتظمة، دي حقيقة مفيش حد كان بيبص عليهم. الراجل لو حصلت له حاجة خلاص انتهى، اهله بيصرفوا عليه، ما فيش حد بيبص عليه. ازمة كورونا فتحت عينينا على حاجات كتير، انما الاجراءات اللي اتخذت كانت اجراءات حاسمة. والنهارده فخامة الرئيس لما يقول اننا هنعمل صندوق وتمشي الاجراءات القانونية لو نحط 1000 جنيه، يعني ابتدى كمان حطينا المبلغ اللي هو هيتاخد للراجل كان بدايته 250 بقى 500 النهارده 1000 جنيه. ده امر جيد جدا. ده فيما يتعلق بالطوارئ، وده للصرف الفوري لحين اتمام منظومه القوانين اللي هيبقى معمول بيها في الصندوق. وكمان الحته الجميله قال لك انا كمان عايز استثمار كمان على المبالغ المتواجده، في حين ان انا وبالك تبقى في عائد على الاستثمار كمان ليها، مش مبالغ بجيبها واصرفها وخلاص. صح، ده امر فكر جديد لابد ان احنا نتواكب معاه. الجميل كمان ثاني وبالك ان احنا بنعيد وثيقه امان، وثيقه امان اللي اتعملت الفتره اللي فاتت وفادت الزملاء، الناس كانت مستفسره واخدها بفكره يعني ده يعني ايه يعني بمبلغ. لا حضرتك انا عندي ناس خدوا ب 100,000 وخدوا واسرته في حاله الوفاه وخدوا ارقام كويسه جدا، بس لابد ان احنا نشتغل عليها ونشتغل عليها صح. وثيقه امان دي هي مشاركه مجتمعيه للكل، بدل ما انا اقعد ابص على جاري ولا ابص على غيري وهو فعلا ممكن يكون محتاج، فاللي شغال بيتخصم منه جزء وفي الاخر بياخد الشهاده بالعقد الاستثمار عليها ما بيخسرش حاجه، بس الثاني استفاد زميلك ولا جارك ولا ولا ولا. في امور كتير جدا فخامه الرئيس حطها لينا، منها حضرتك وانت سامع المداخله بتاعت فخامه الرئيس او القرارات، الاول مره يطلع رئيس الجمهوريه ويقول ذو الهمم القطاع العام والخاص، رساله واضحه ما فيهاش لبس. دول لابد ان هم يشتغلوا
والنهارده كان عندنا اثنين نماذج صراحه مشرفين انهم رفضوا ان هم ياخدوا اي استثناءات وبينزلوا الشغل وبيطلبوا شغل زيهم زي غيرهم. فاحنا لازم ذو الهمم نكون معاهم ونكون يعني مش حاسين بيهم قد ايه هم يعملوا اضافه للمجتمع مش عاله على المجتمع. طب دي نقطه مهمه قوي، اعتقد ده هيستلزم منكم شويتين يعني ضغط، وهيستلزم منكم المزيد من التواصل مع جهات القطاع العام والقطاع الخاص عشان تفعيل نسبة 5%، لأنه حتى اللحظة لازال الناس بتشتكي. أنا بقول لحضرتك لابد أن القانون بتاع 5% يغلظ، لأن النهاردة القانون للأسف الشديد في جزئية صغيرة وحبالك، بس هو في التزام أدبي دلوقتي بعد كلمة فخامة الرئيس لابد أن كله يلتزم بها الحين تعديل القانون وتغليظ العقوبه في حاله عدم الامتناع بدون مبرر. انا بقول لك لو انت مصنعك حصل له ازمه خلاص مفيش مشكله اديني مبرر، انما ما ينفعش يبقى انت شغال والدنيا تمام وابقى ال 5% وعقبالك ما يتمش تشغيلها. وكمان لما اجي اشغلها للاسف الشديد في بعض المنشآت مش الكل بيقوم يقول له طب انا هديك 1000 جنيه واقعد في البيت، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين يبقى منتج للمجتمع. انا مش عايز منك اعانه، انا عايز الراجل يشتغل. حضرتك جبت المعنى الدقيق، انا عايزه يشتغل ويحس بكيانه، وذي الهمم عندهم قدرات كبيره جدا وعندهم افكار كويسه جدا، بس لابد ان احنا نستوعبها. نتمنى ذلك. اقول لك كل سنه وكل عمال مصر وكل عمال العالم طيبين. شكرا جدا استاذ محمد، كل الشكر استاذ محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر.